لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال الشيخ السعدي رحمه الله، يقول تعالى منبها للأمم الباقين بعد هلاك الأمم الغابرين أو الماضين: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين، أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم؟ فإن هذه سنته في الأولين والآخرين. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي إذا نبههم الله فلم ينتبهوا وذكرهم فلم يتذكروا وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا، فإن الله تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهم فيعلوها الران والدنس حتى يختم عليها، فلا يدخلها حق ولا يصل إليها خير ولا يسمعون ما ينفعهم، وإنما يسمعون ما تقوم به الحجة عليهم فتكون الحواس سليمة ويحصل بها السمع، نعم والسماع، ولكن لا ينتفعون بهذا السماع. وقوله تلك القرى، أي الذين تقدم ذكرهم، نقص عليك من أنبائها، أي ما يحصل به عبرة للمعتبرين وازدجار للظالمين وموعظة للمتقين. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم، وقد أيدهم الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والبينات المبينات للحق بيانا كاملا، ولكنهم أي أممهم لم يفدهم هذا ولا أغنى عنهم شيئا، لذلك قال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي بسبب تكذيبهم وردهم الحق أول مرة ما كان يهديهم للإيمان، يعني الرب سبحانه، جزاء لهم على ردهم الحق، كما قال في الآية الأخرى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقوله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي عقوبة منه، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي ما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد، أي من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين، ولن قادوا لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي خارجين عن طاعة الله، متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله. فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأمرهم باتباع عهده وهداه، فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة،
وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى واستكبروا عما جاءت به الرسل، فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل. نتعلم من هذه الآيات أخذ العظة والعبرة من الأحداث التي سبقتنا والتي تمر بنا، فالله عز وجل قد جعل لنا في هذا الكتاب المبارك الكثير من العبر والعظات في الأمم السابقة، الأمم التي أهلكت بسبب التكذيب وبسبب الكفر. فينتبه الإنسان ألا يفعل مثل ما فعلوا فيحل به مثل ما حل بهم. ولذلك أكثر القرآن من ذكر أخبار بني إسرائيل، فهي الأمة التي قبلنا مباشرة، حتى لا نقتدي بهم ولا نقلدهم فيما فعلوا فلا نعاقب مثل ما عوقبوا به. فيها كذلك بيان خطر الذنوب، وأن ما يصيب العبد في الدنيا من الشر وفي الآخرة كذلك إنما هو بسبب الذنوب. قال الله: هل لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. وربما يكون الإنسان قد وسع عليه في الدنيا وأوتي من أصناف الأموال والأولاد والمتاع ما يشاء، ولكن هذا لا يعني أن الله عز وجل يحبه أو قد رضي عنه. ففي الحديث: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإن ذلك استدراج، والعياذ بالله. إذا كان الإنسان مقيما على معاصي الله ويعطى من الدنيا ما يريده وما يحب، فهذا من الله عز وجل استدراج، يعني تكثر بين يديه النعم فينشغل بها عن الله حتى يؤخذ، والعياذ بالله. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به، إلى آخر الآية. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. هذا فيه إثبات إرسال الرسل وأن الله عز وجل يحب العذر، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، لكنها لم ينتفع بها إلا أهل الإيمان. وأما هؤلاء فكذبوا كما كذب الذين من قبلهم، ولذلك طبع الله على قلوبهم. وفيها أيضا أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، قال: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين بسبب كفرهم وبسبب استكبارهم وبسبب ردهم للحق، طبع على قلوبهم، والعياذ بالله. فيها كذلك العهد الذي عهده الله عز وجل إلى عباده، وهو أن يؤمنوا به وحده وأن يتبعوا رسله، وهذا العهد قد أخذ عليهم لما خلق آدم عليه السلام، فاستخرج الله من ظهره كل نسمة والذرية التي هو خالقها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم هي الفطرة، هناك فطرة في قلوب العباد تدعوهم إلى توحيد الله والإيمان به. ثم أنزل بعد ذلك الكتب وأرسل الرسل لتذكير العباد بهذين الميثاقين، وأنت تكرر صباح مساء: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. العهد الامتثال لله عز وجل بالطاعة وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، فالخروج عن ذلك من الفسق والعياذ بالله تعالى هو من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاك الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.